كيف يعقل ان بنت في عمرها 7 سنوات انها تغتصب من طرف يعني شباب قاصين اصلا؟ اولا هذوك اللي اغتصبوها خاصهم عندهم حكم قاصح، حيت بزاف هما كيتغتصبوا، ملي كيتغتصبوا انهم صافي كيمشيو لعند القاضي، القاضي كيحكم عليهم شي حكم يعني صافي 3 سنين كاع ماكسيموم. مي هذيك البنت انا حنا شفنا الفيديوهات في الانترنت انها تكرفسوا عليها مسكينه، تعداو عليها بزاف، ولهذا انا كنطلب من القاضي كون كنت انا قاضيه نحكم عليه بإعدام. ماشي، لهذا كنطلب من القاضي ومن الهيئه مكلفة بهذا الموضوع أنها تحكم ليه حكم قاصح. نضربوا فيما بغات توقع توقع، حيت يعني نقدر نحط راسينا بلاصتها، يعني واحد يتكرفس عليا راه ماشي نقتلو، راه ناكلو. أولا خاص علاش دارهم خلينا أنا راكبة في الطوبيس وهي مازال قاصر، يعني شكون مسؤول عليها أنا حتى خلي هذيك البنت راكبة في الطوبيس؟ اولا الدار ديالهم، ثانيا علاش هذاك مول الطوبيس انهم ما داش الطوبيس للبوليس ياك هو اللي سايق، او انه يوقف ويعيط للناس؟ اذا انت مول الطوبيس خاصو حتى هو خاصو يتعاقب، اولا الاهل ومول الطوبيس وهذوك الولاد والناس اللي كانوا كيشوفوا ما داروا حتى ردة فعل.